صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في صباح يوم جديد ونهارك سعيد. النهارده هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء 23/12. ده يومنا النهارده يوم الثلاث. هيكون معانا فقرات متعدده ليها علاقه بالحياه السياسيه والاجتماعيه اللي بنعيشها في مصر، يعني بنحاول طول الوقت كده ان احنا نكون متميزين ومتعددين الفقرات، يمكن تستفيدوا واحنا كمان نستفيد معاكم. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا ساره، صباح الخير على كل مشاهدينا اي لايف في شبكه ان تي ان في كل حته في الدنيا. حلقه الثلاث 23 ديسمبر 2014، حلقه جديده من نهارك سعيد، وبجد يعني يوم مشرق بالتفاؤل والاخبار الحلوه اللي هنتكلم فيها طبعا في اول فقره. واعتقد لازم نحيي التوانسه وتونس على رئيسها الجديد زي ما رئيسنا بارك للرئيس الجديد، ونقول للناس كلها انه الجزيره مصر اخيرا اتقفلت، قطر قفلتها، وده يعني حاجه كنا منتظرينها من زمان. بجد اخبار حلوه قوي هنتكلم فيها النهارده في فقره الصحافه. هيكون مشرفنا الكاتب والمحلل السياسي استاذ مروان يونس. مش عايز اطول في الاخبار وهنتكلم عليها بالتفصيل. هيكون معانا النهارده فقره او مؤتمر عن انقاذ صناعه الغزل والنسيج. يمكن صناعه الغزل والنسيج بتمر بازمه بقالها فتره طويله جدا عشان اكتر من مشكله. ايه هي المشاكل دي وايه المؤتمر المفترض ان هو هيقام الفتره اللي جايه لانقاذ الصناعه دي وعمال الصناعه دي؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل مع ضيفنا الموجود معانا في الاستوديو الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم، رئيس النقابه العامه لعمال الغزل والنسيج. وعن مشكله كبيره جدا تخصنا وهي المستشفيات الجامعيه التعليميه اللي طبعا اكيد حضراتكم عارفين مستشفى القصر العيني، يعني دي امثله. مستشفى عين شمس التخصصي ده مثال من المستشفيات اللي بتخدم قطاع كبير جدا من المصريين. في قانون دلوقتي مطروح بقى لخصخصتها، ومع انه الدستور المصري بينص على انه 3% تترفع دي النسبه المخصصه للجانب الطبي والصحي بالنسبه للمصريين، بحيث انها ترفع للمستويات العالميه اللي هي 15% من موازنه الدول في العالم. في قانون بقى لخصخصتها، احنا مش فاهمين ازاي، لكن في اعتراضات من نقابه الاطباء، في اعتراضات واسعه جدا. هتكون مشرفانا دكتوره منى مينا الامين العام لنقابه الاطباء عشان نتكلم معاها على اعتراضات الاطباء، لانه احنا مش فاهمين بجد. يعني في ناس في بلدنا بتطرح حاجات غريبه مش المفترض ان هي تطرح في الوقت ده، واعتقد انه تسليط الضوء عليها مهم جدا علشان نعرف بقى مين بيعمل ايه في بلدنا ونصلح الكلام ده. التفاعل المجتمعي لأطفال التوحد، يمكن مصر عندها مشكلة لأنه المجتمع غير قادر على التعامل والتفاعل مع الأطفال المصابين بالتوحد، وفي أسر كتير جدا يمكن ما بتقدرش أنها تكون على قدر كافي من التوعية الجديرة بالتعامل مع الأطفال المصابين بمرض التوحد. النهاردة هنحاول نعرف إيه هي أسبابه، إيه أعراضه، وإزاي ممكن الأسر المصرية اللي عندها أطفال مصابين بمرض التوحد تتفاعل وتتعامل معهم إزاي، وتهيئهم كمان إزاي للتعامل مع المجتمع. موضوع مهم جدا وشديد الأهمية، حابين نتكلم عنه النهاردة ونطرح بعض الأسئلة على ضيفتنا اللي هتكون موجودة معنا النهاردة في الاستوديو، دكتور سعاد حسني، هي استشاري الصحة النفسية. والنهاردة حلقة مهمة جدا هتنتهي بفقرة مهمة جدا أعتقد أنها تهم كل المصريين، عن رئيس جهاز المخابرات المصرية الجديد اللواء خالد فوزي. واحنا هنا كنا اتكلمنا يوم الاحد بمناسبه كان تصريحات اللواء سامح سيف اليزل، وبناكد على احترامنا الشديد لشخصيته، لكن كان التعليق والانتقاد انه ليس مصدر رسمي في الدوله المصريه. لكن يوم الاحد تم تعيين اللواء خالد فوزي بشكل رسمي، ومن ساعتها الصحافه الاسرائيليه مقلوبه، وده بسبب دوره الهام جدا في 25 يناير ودوره في الامساك بالعديد من شبكات التجسس، ويمكن ايلان جرابل الجاسوس الاسرائيلي اللي تم القبض عليه في ميدان التحرير كان من اهم القضايا اللي هو شارك فيها. هنتكلم بالتفصيل عن اهم العناوين الاسرائيليه وليه الاسرائيليين متضايقين جدا من التعيين. سردنا لحضراتكم فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. هنزلكم مع اول فاصل ونرجع مره تانية مع اولى فقراتنا، فقره الصحافه مع فادي.